السلام عليكم لي زامي مرحبا بكم في تونس وخارج تونس اول حاجه نقدم روحي انا اسمي هشام تونسي ومقيم في فرنسا ولا جاتني الفكره باش نعمل شين يوتيوب باللهجه التونسيه خاطر تو سامبلومون قبل كي نعمل ديرو نحب نلقى حاجه باللهجه التونسيه ما لقيتش فوالا البرينسيپ مات البيت برينسيبال نتاع نتاع الشان يوتيوب هذا هو عند واحد ينصح لو ماكسيموم عباد باش يبطلوا الدخان بالسيجارات الكترونيك ونحكي على عباد معناتها اللي معناتها ما لقاوش الفولونتي باش يبطلو اوتغومون كو سوا ديريكت معناتها من غير حتى شيء ولا ولا بسبور ولا باللي هو السيجاره أه الكترونيك معناتها برسمي سي افيكاس انا يعني من من باب التجربه نتاعي عندي كيلكو موا من بطل الدخان الحكايه بدات الصيف اللي فات في تونس معناتها هبط في الصيف أه نلقى خويا معناتها بدا ديجا في السيجاره الكترونيك ونصحني قال لي شد جرب كنت سبتيك من الاول معناتها ومعناتها شاك في الحكايه بانك جربت عجبتني عجبتني الفكره وكي روحت هنا رجعت لهنا فرنسا بطلت الدخان حطيت الحكايه في مخي وبطلت الدخان ولقيتها تلمون لقيتها الحكايه ايفيكاس نصحت انا بيدي معناتها بدوري نصحت نسيبي اكزومبل اه نسيبي كيف كيف انا يعني كان كي سيبتيك مي كي جرب مشيت بحذاه إلى قوتي ما عنده كل شيء ما تلقاها الحكاية في كاس على الأخر من اول مره معناتها فابا معايا شويه مات قعد يضرب يجي ساعتين ما تكيفش حتى سيجاره خليت يا معناتها بالحق سي في في ليلتها عملنا الكوموند من نفس السيت شريت منه مع دون الماتريال ما عدى الكوموند نتاعو وصباح ملي متغديك بلوتو معناتها 3 jours من بعد كي خلطوا الماتريال صباح بطل الدخان كومبليتوم معناتها اللي نحب نقول لكم الحكايه سا مارش سي تري تم برشا حاجه تويك اكزامبل تما من عرش تما ا اكي بونكتور ثم دي سيونس ديبنوز ثم شوينغوم نيكو... نيكوتيني، نيكوتينيه ثم لي باتش برشا حاجات سيجاري تكتونيك تو في العالم هي افيكاس اكثر منهم الكل علاش على خاطر تو سامبلومون فيها الفاب معناتها الدخان يخرج من فمك كيما 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 سيجارو ثم جيست كي تحط انت في فمك معناتها وترجع معناتها كاينك نفس الجست نتاع سيجارو وثم الدوزاج تاع النيكوتين معناتها اللي يخليك ما, ما تحشش الوغ سي c'est très 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 efficace non sah comme كان ما ما حتى حل ولا ما نجمتوش تبطلوا بالسبور تبطلوا ديريكت مثلا ما لقيتوش عزيمه كيفي انا ننصحكم تجربوا سيجاره الكترونيك بالنسبه لي عنده شك معناتها ضر در ما ضرش كذا راهي ما ضرش وانا ديجا معناتها باش نعمل دي فيديو اخرين باش نحكي فيهم على الضر ولا ما ضرش وبنا ماتريال كي باش كامل تبطل الدخان معناتها باش تبدا في سيجار الكترونيك انا هو ماتريال دو بريفيرونس اللي تبدا به حسب رايي انا الشخصي معناتها بون ابار الشين هذيا نتاع اليوتيوب عندي اون باج فيسبوك ما عنديش لا جروب ولا عندي كلوب راه عندي جوست اون باج فيسبوك الباج كيف كيف كيما 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 الشين اسمها تونيزيان تيري فاب اسباس اوفيسيال شنو هي بالنسبه لي جروب جروب التوانسه في الفيسبوك ريت جروب حلو برشا ديجا انا ممبر فيه اسمه فاب ان تونيزيا بالنسبه لي شين فيت فيه باش نقولكم لكم انت جوست دي زيكزامبل لي شين بالعربي لي شين يوتيوب بالعربي يحكيوا على على الفابينغ اي في تي هذا ماشين اي في تي هي اسمها اراب اراب فابينغ اراب فابينغ يقدم فيها الانيماتور نتاعها واحد خارجي من عرش اسمه

الانيماتور اسمه اونز ظهر واحد مصري شان مصرية هي بروفيشنال على الاخر يخدم معناتها في خدمة برو برو برشا حتى لي مونتاج فيديو نتاعو ظاهرين معناتها برو على الاخر مش كيفي انا انا سي تو سامبلومون بالسمارت فون نتاعي ونحاول نعمل اللي نقدر عليه هو عنده معناتها دي ماتريال ويعمل زادا معناتها يعطي دي, 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 دي كونساي ودي زانفو اون بلوس ضامر اون بلوس ضامر روحو خفيفة يعدي ميساج معناتها ساهل برشا اونز فاب ننصحكم معناتها باش باش معناتها تشوفوها ما تشوفوا, تشوفوا لي فيديو اللي فيها هذا بالعربي بالنسبه بالفرونسي بالنسبه للعبي اللي تحب الفرونسي ثم uh, آه دي زيكزامبل فاب اكستريم فيها دو انيماتور اليوم جيمي اي لودو ثم شيء اخرى اسمها ام دي بومبون ام دي اسباس بومبون آه بومبون تكتب بي ان بي ان لا تقلب بعض ثم uh, شيء اخرى زيد نتاع غوفي ماتريال اسمها بريكينج فاب أه, بريكينغ فاب اوفيسيال اسمها شين يقدم فيها الانيماتور نتاعها اسمه توما <applause> أه, انا عطيتك عطيتكم ليزيكزومبل هذوما معناتها ورا ما باش نحاول نعاونكم لو ماكسيموم معناتها انا ما نحبش نقول لكم اقعدوا تفرجوا في الشين نتاعي انا برك انا خاطر مش باش مش باش بن, نهبط برشا فيديوهات ومش باش نزيد حاجه كبيره على اللي دي ديجا موجودة على اليوتيوب هاكو أه, ميم طون تلقاو حاجه اخرين معناتها تبعوا فوالا أه... شنو يبقى لي باش نقول لكم ان شاء الله نهبط دي فيديو اخرين معناتها نحكي على كيما قلت لكم على شويه ماتريال دي فوا ساعات نحكيوا على ريفيو ماتريال ساعات نحكيوا على دي كونساي ولا ولكن تعداو لي تاب سوبيريور معناتها نولي كيفاش نعملوا ليكيد نتاعنا وحدنا وكيفاش نعملوا لي كويل معناتها لي نتاعنا وحدنا هذاكم تجيو مع الوقت أه... شين هذه راهي معناتها اكثر لي ديبوتون للناس اللي مازالت كي بدات ولا الناس تحب تبدا وعندها برشا سؤالات وما تعرفش كيفاش وما تعرفش منين تبدا وما تخرج انا نحاول نعطي اللي نجم من الخبرة الصغيره اللي عندي نعطي اللي نجم لي كونساي وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله لو ماكسيموم عطا بادي يبطلوا الدخان هذيك هذيك هي الفائده ورا ما لي كان نقول لكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين ونحب نختم بكلمه قالها المصري اللي قلت لكم عليه اللي عنده شيء اسمه اسمه اونزفاب ديما يختم الفيديو نتاعو يقول على الدخان يقول لك طف فيها ورميها عبيها وديها